السلام عليكم ورحمة الله. بتقولي رأيتي في المنام ان في عربية شرطة بتضرب نار وانتي اتدريتي منها ما جاش عليك النار، وبعد كده شفتي عمك قالك ان هو عايز من اخوكي ورث، قلتي له اخويا ما معهوش حتى ضرسه وجعه، وبعد كده شفتي خالك جاي على كرسي متحرك وجاي برضو يطلب ورث زي عمك، وكان في نبلة في ايده كان عايز يضربك بيها فوالدتك قالتلك امشي من قدامه، وبعد كده رأيتي نفسك انتي واختك ماشيين مع بعض وجات عقارب لونها بني محمر، واحدة طلعت على عنق اختك والتانية قرصتك من رجلك جامد وبقيتي تصوتي جامد، وبعدك قالتلك عادي، وبعد كده جت امرأة كانت معدية شالت العقرب منك، وبعد كده كنتي جايبة اكل في البيت جت مرات خالك شالته وحطت اكلها هي، وانتهت الرؤية. طيب، أولا دي رؤية تحذيرية. أول حاجة، ضرب النار اللي اتضرب عليكي من عربية الشرطة دي مشكلة هتحصل، بس انتي هتخرجي منها على خير عشان كده اتدريتي من ضرب النار وما جاش عليكي، ده أول شيء. بعد كده عمك اللي جاي يطالب بورث من أخوكي وقلتي له أخويا تعبان ضرسه وجعه، ده يعبر إن أخوكي بيعاني من شخص من أسرته، إن الأسنان والضروس هي أحد أفراد العائلة، وخالك اللي جاي على كرسي متحرك وبرضه بيطلب ورث، معنى ان هو جاي على كرسي متحرك ان في حاجة هو مش قادر عليها، حاجة هو مش قادر على فعلها، بس بيتمنى ان هو يعمل الشيء اللي هو مش قادر عليه ده، عشان كده جه طلب منك ورث زي عمك. ومن ناحية ان هو كان عايز يضربك بالنبلة وكمان مراته شالت الاكل بتاعك وحطت اكلها هي، ده يعبر ان هما بيحبوا نفسهم اوي، ما بيحبوش حد، ما بيحبوش الخير لحد. انا واضحة طبعا في التفسير واللي بشوفه بقوله. نيجي بقى للعقارب اللي جت عليكي انتي واختك. العقارب دول اشخاص مش كويسة، سماويين وباين من لونهم البني المحمر، واللون المحمر ده بيبقى صعب شوية، بيبقى شراني، لدغته والقبر فعلا زي ما بيقولوا على العقرب، عشان كده جايين بصورة عقارب. دول أشخاص حواليكم انتبهوا منهم، إن مش هيجي من وراهم غير الأذى، وفيهم واحدة هتضرك وتوجعك بالفعل، هي اللي قرصتك في رجلك وخلتك تصرخي، بس هتتخلصي من أذاها، عشان كده جت الامرأة شالت العقرب من عليكي. وأختك برضو هتصاب بالضرر، بس ضررها هيكون أخف من ضررك. إيه هو الضرر؟ مش باين عندي في الرؤية، بس باين إنه ضرر. فدول أشخاص احترصوا منهم، وربنا يبعد عنكم كل وحش بإذن الله. هي كانت رؤية تنبيهية، انتبهي انتي وأختك وتجنبوا أي شخص مؤذي، وربنا يحفظكم إن شاء الله، وربنا يسترها بإذن الله. والله أعلى وأعلم. وفي الختام، لا تنسوا الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.